مباشرة. فبنس بيرحب بيه الرؤساء السابقين وسلم على هيلاري وسلم على بيل كلينتون وسلم على جورج بوش الاب، ودلوقتي بقى داخل على عيلة سلام نائب الرئيس، بيقبل ميلانيا وبيقبل ايفانكا، بس ما قبلش حد تاني، حد ما قبلش الوقت الصغير. اه بصراحة عنده حق، قبل الوقت الصغير ليه؟ هذا هو نائب الرئيس الامريكي بنس اللي هيستمر 4 سنوات كاملة مع دونالد ترامب. واعتقد ان المذيع الداخلي للاحتفال دلوقتي هيعلن دخول دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات المتحدة الامريكية. Ladies and gentlemen, مصاحبا الرئيس المنتخب من اللجنة الخاصة بالكونغرس السيد ماكاثي برايت، وأيضا فرانك لورن ورئيس اللجنة الخاصة بالكونغرس للمراسم وغيرها من قادة الحزب الديمقراطي وأيضا متحدث مجلس النواب وغيرهم من الذين يتقلدون مناصب في مجلس الشيوخ. السيدة والسادة، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. الوحش دونالد ترامب. الوحش دونالد ترامب. لا يسلم على مين؟ الوحش دونالد ترامب يدخل اهو بيسلم على العيلة، قبل امرأته وسلم، قبل ميشيل هو والله ابن حلال، وبيسلم على باراك اوباما ويقول له مش عايزين نشوفك هنا تاني. وبعدين مدير المراسم بقى بيقول له هتعمل كذا وهتقف هنا وهتكلم هنا وهتسلم هنا وتعمل كذا. قفل الجاكيت اخيرا. لا لسه برضه، لا ما زرر، لا ما زررش، لا ما زررش. هو غالبا مدير المراسم قال له ما يصحش كده زرر الجاكيت، فقال له مالكش دعوه. اه يعني هتقول له انت اللي هتيجي تقول لي اعمل ايه. ودلوقتي بيتلقى التحيه والتهنئه من الشعب الامريكي كله. ما تضررش يا ياسر، انا عارف. لا دماغ دي ما تضررش. رئيس اللجنه الخاصه بالحفله الرئاسيه السيد رويل بلانت يلقي كلمته الان. شكرا جزيلا. اذا كان لديكم مقعد يمكن ان تتحلوا بالجلوس من فضلكم. سيدي الرئيس، سيدي نائب الرئيس، سيدي الرئيس المنتخب، سيدي نائب الرئيس المنتخب، السيدات والساده، نرحب بكم في مراسم تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحده الامريكيه. اليوم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية الكل يجتمع من أجل مراسم تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الملايين من الناس في كل أنحاء العالم سوف يستمعون ويشاهدون هذا الحدث.
منذ الكثير من السنوات كان هناك الكثير من مراسم التنصيب في هذا المكان، ومن بينها مراسم تنصيب رونالد ريغان الذي قال في حفل تنصيبه أن هذا المكان تحدث فيه المعجزات. فعندما تقلد الرئيس جورج واشنطن هذا المنصب كان ذلك منذ سنوات عديدة، والأمر بمثابة معجزة لأننا نقوم بهذا الأمر كل 4 سنوات، وهذا يمثل مثالا يحتذى به للديمقراطية في كل مكان. إن واشنطن تؤمن وتعتقد أن مراسم تنصيب الرئيس التالي يكون أهم من مراسم تنصيب الرئيس الأول، لأن الكثير من الناس يتقلدون السلطة، ولكن عدد قليل منهم فقط هو الذي يسلم السلطة طوعية لمن بعده. وبالتالي هناك الكثير من المؤرخين يؤمنون أن كل انتخابات تالية تكون أهم من التي سبقتها، فإن الناس كانوا يرون للمرة الأولى في التاريخ بكل طواعية وبكل حماس تسلم السلطة إلى من فازوا في الانتخابات، وقد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة عن الحكومة. وبعد هذه الانتخابات اكتشفنا في الماضي بعض الفجوات في الدستور التي تم تعديلها بالكثير من التعديلات. توماس جيفرسون قال أنه بعد فوضى الانتخابات دائما كلنا يجب أن نؤمن أننا ندعم هذا الوطن. بعد الكثير من السنوات كان هناك رئيس لينكولن الذي أوضح أن كل طرفي الانتخابات يجب أن يتعاون مع بعضهم البعض، وأن طرف يجب أن يكون هو في السلطة، وكلا الطرفين قد يكون على خطأ، ولكن عند النظر إلى المستقبل سنجد أن هناك ما قاله مالس توردنان الذي قال أن الخير يجب أن يعم للجميع. فبالتالي كان هناك شيء في نفوس الناس، وتحدث الرئيس كينيدي عن الالتزام في الدول الديمقراطية، وأن هناك سؤال يجب أن نوجهه لأنفسنا جميعا، وهو ما الذي يمكن أن نفعله لبلدنا؟ إذن إننا نأتي إلى هذا المكان لكي نحتلف. إنه ليس احتفالا بالانتصار، ولكنه احتفالا بالديمقراطية. وبينما نحن نحتفل اليوم، أدعو تيموثي مايكل والسيد سادي رودريغيز وغيرهم لكي يقوموا بقراءة الدعوات الخاصة بمراسم التنصيب.